المتحف الوطني كانت هي الشعار لها، كانت منها تخش للصالة والتقاليد شحات حتدمر هكذا. طبعا انتهاكات شحات دراسة بروحها هذا ما هوش مشهد أثري، هذا انتهاك كامل من الأثار اللي تحت. لأن هذا واحد من أكبر الاكتشافات بعتها الأمريكية بعمل في شحات 2018 ما تشدوش على تقريبا 2017 سبتمبر بناء صدراته هذا الرملي. لما كل الأنظمة شو لا التأمين هو عبارة عن تجربة السياحة في هذا الموضوع، إن احنا استخدمنا نظم معلومات الجغرافية وتقنية الاستشعار عن بعد في هذا الموضوع من خلال مشروع أطلس التي يعتبر هو أهم المشاريع التي تشرف عليها هي العامة للمعلومات مع عدة وزارات أخرى. مشروع أطلس بدينا في عدة مواقع سياحية وعدة مناطق، وكانت أهمها هي لبدا وصبراتة وغدامس وغات. أيضا اتجهنا لبعض المواقع التاريخية الأخرى مثل بنوليد ودرهونة وغريان وككلة ونالوت وجادو. أيضا في الشرق الليبي اتجهنا لجالو وأوجلة وشخرة. هذه التقنية هي كيفية الحفاظ على هذه المواقع باستخدام الصور الرقمية والاستشارة عن بعد، وكيفية التخطيط فيها من ناحية التخطيط الاستراتيجي. نشوف أهم السلوكيات اللي صايرة في الموضوع، من لو فيه تشويه أو لو فيه سرقات لو فيه أي شيء. هذه أهم حاجة اللي احنا شفناها في الموضوع. أيضا التوثيق الكامل للمنطقة وهذا مهم جدا. مثال على هذا مثلا نقوله أكاكوس، تم توثيق جميع المواقع النقوش والرسومات. أيضا فيه سلوكيات متعمدة من بعض الأفراد، التشويه المتعمد لبعض النقوش. من متحف تقدر ب 10 مليار يورو. فزي ما وضحت في الصورة زحف الرمال مبدأ التعويض ومبدأ منتهى حسن النية، اللي هو يجب أن يكون في السبب الفعال الذي يكون قادرا على بدء سلسلة يعني الزحف. هذا هو الموقع هنا، تفسخ الأملاح يونيت كل أنواع. فطرحها في سوق اللايكس في سوق التأمين في لندن ولا في الورشة على دعم التأمين الذاتي للمواقع التاريخية والتراثية في ليبيا. أهم الورقات أن هو الدعم التأمين الذاتي هو مفهوم جديد، فإحنا حبينا نعرفه بهذا المفهوم من خلال هذه الورشة التدريبية. وفي فيديو قدمناه على أهم المواقع في ليبيا وشنية التحديات اللي تواجهها، والآن في مصلحة الأثار حتى هو في مكتب متابعة حماية المواقع التراثية حتى هو قدم ورقة على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المواقع التاريخية. مربع سواء في لدى صورات أمريكا أبسط أمطار غزيرة يعني تذكر الكلاسيفيكيشن تبدو شوية استشعار. فرنسا بلد الثقافة وبلد النور وكذا، عدم شدة غطاء النبات في المواقع الشمالية هذا غريب جدا. دوليا تتوقف على سنة 2-3 تتفتح، وهذا حل المشاكل الكبيرة بكل اللي تحتاج